حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي